خلينا نروح مع حضراتكم لجولة المحافظات اللي كان فيها أخبار كتير الحقيقة. من أهمها الإعلان عن حصاد 12500 فدان قمح في محافظات القليوبية وافتتاح مسرح المواجهة والتجوال التابع لمشروع حياة كريمة في محافظة سوهاج. كمان فحص 20490 مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وصحة المرأة بمحافظة الإسماعيلية، بالإضافة لتسجيل أول سيارة بالشهر العقاري في سوق السيارات في بني سويف. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث والفعاليات، أبرزها إن في محافظة القليوبية استقبلت الصوامع والشوان والهناجر محصول القمح من جميع المزارعين بمدن المحافظة لليوم الرابع على التوالي، وبلغ إجمالي ما تم حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة 12500 فدان قمح، وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 798 طن. شهدت محافظة سوهاج افتتاح مشروع مسرح المواجهة والتجوال التابع للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وشهد العرض المسرحي اللي نظمه قصر ثقافة سوهاج بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج النماذج المصرية المشرفة، وبيهدف المشروع لرفع الوعي الثقافي وغرس القيم الوطنية من خلال طرح عدد من القضايا والموضوعات الهامة اللي بتحارب الأفكار المتطرفة والموروثات الثقافية السلبية والهدامة. مديرية الصحة بالإسماعيلية أكدت أنه تم فحص 10600 مواطن ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، و9890 مواطنة بمبادرة صحة المرأة بإجمالي 20490 مواطن من خلال 54 فريق، وده في الفترة من اليوم الأول لعيد الفطر المبارك. سوق السيارات ببني سويف شهد تسجيل بيع أول سيارة بالشهر العقاري بعد توفير خدمة الشهر العقاري عبر السيارات المتنقلة، وده في ظل توفير الخدمات الأمنية والمرورية والبريدية والخدمات بجانب الشهر العقاري، وده بعد أن تم افتتاحه بشكل تجريبي لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة على مساحة فدانين بالقرب من محور عدلي منصور، وتم دعمه ببعض المرافق والخدمات الأساسية. مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد أعلنت أنه تم الانتهاء من تحصين 4354 حيوان بنطاق المحافظة ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع من خلال فرق الطب الوقائي اللي بتجوب قرى ومراكز المحافظة للتحصين. أيضاً تم تحصين 900 طائر و760 عينة ما قبل البيع لاختبارها ضد مرض إنفلونزا الطيور. مطار مرسى علم الدولي بالبحر الأحمر شهد استقبال ما يقرب من 5000 سائح بيصلوا على متن 18 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية ضمن 90 رحلة طيران دولية استقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة.